أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثرت في زماننا هذا العباءات المخصرة المظهرة لمفاتن المرأة بشكل فاضح والعياذ بالله، فهل يمكن أن تمنع هذه العباءات من قبل ولاة الأمور؟ وما واجب العلماء تجاه ذلك؟ فإن هذا اللباس مدعاة لمفاسد عظيمة لعلها لا تخفى على فضيلتكم. هذه ما تجوز، ولا هي بعباءات، تسميتها عباءات هذا من الخداع، هذه ما هي بعباءات. العباءة هي التي تستر وتضفي على المرأة ولا يظهر منها شيء، هذه العباءة. أما هذه فتنة، ما هي بعباءة. وقد صدر من الهيئة من اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، صدر ضوابط للعباءة، مواصفات، وعممت على التجار والمصانع، ولكن استغفلوا الناس في العهد الأخير والوقت الأخير، استغفلوهم وظنوا أن الناس نسيوا هذه الفتوى وهذه الضوابط، فأظهروا هذه العباءات. ممنوعة، لا تجوز، ممنوعة، حرام، وبيعها حرام، صناعتها حرام، ثمنها حرام. نعم.